اتصال بالوكالة الوطنية للنفايات. مرحبا بك سارة، بإذن وشرفتينا الله. في هذا الصباح. شكرا على الاستضافة. نعم، استضفناك اليوم وأكيد أنه الأستاذ كان يتكلم عن البيئة وعن علاقتها مع الأطفال، وأنت راكي هنا تحدثينا عن أول ملتقى لتسيير النفايات في الجزائر عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أليس كذلك؟ نعم، إذا خلينا نقول أولا نعرفك الوكالة هي هيئة وطنية تابعة لوزارة البيئة، مهمتها الأساسية هو ترقية التسيير المدمج للنفايات في الجزائر. نعم. طبعا تطبيقا للسياسة الوطنية المتعلقة بالمجال. الوكالة كما قلت تدعم تقنيا كل الفاعلين في مجال تسيير النفايات، جماعات محلية، مؤسسات، متعاملين اقتصاديين، إدارات، مدارس إلى غير ذلك. هذه المرة ارتأينا أننا نظموا صالون افتراضي، يعني جميل. بما أن الوضع الصحي ما يسمحش، تزامنا مع جائحة كورونا، نعم الوضع الصحي ما يسمحش اننا باش نظموا صالون كلاسيكي كما اللي نعرفوه الكل، يعني ونعرفوا انه مجال تسيير النفايات هو من بين المجالات اللي ما يمكنش انها تتوقف بفعل جائحه او بفعل اي اسباب اخرى، لانه تخليف النفايات يكون بطريقه مستمره طول ما انه هناك نشاط، هناك حياه، يعني سواء كان نشاط اجتماعي او اقتصادي ثقافي تجاري، يكون تخليف من وراءه كميات معتبره من النفايات. يعني من خلال هذا الصالون الافتراضي راح نحاولوا نوضعوا كل الفاعلين في المجال على تواصل. نعم. والهدف منه طبعا هو ابرام صفقات بين هذ المتعاملين، ونعرف انه اي صفقه تتم في هذا النوع من الصالونات راح تصب في صالح الاقتصاد الدائري، اللي هو بدوره راح يصب في صالح الاقتصاد الوطني. واكيد من بين اهداف الصالون راح يكون تسيير نفايات ومراقبه من أجل التنمية المستدامة، ليس كذلك؟ طبعا نحن نعطيكم لمحة عن هذا الصالون كيفاش راح يكون. قمنا بوضع منصة مخصصة لهذا الصالون اللي هي avwe.and.dz. هذه المنصة راح تكون منصة افتراضية عفوا، راح تحتضن هذا الصالون. جميل. يكون فيها عدة فضاءات، عدة أجنحة مثل الصالون الكلاسيكي. قمنا بوضع جناح مخصص لوزارة البيئة وكل المؤسسات التابعة لها، جناح آخر مخصص للفاعلين في مجال رسكالة وتثمين النفايات، مؤسسات حتى المؤسسات الناشئة، هناك جناح آخر مخصص للمؤسسات الناشئة في المجال، وجناح آخر مخصص للمجتمع المدني اللي هو مهم ومهم جدا. نعرف أنه أي مشروع بيئي كان ولا عنده علاقة مع تسيير النفايات عنده ومحاولة إدراج أو إدماج نوع من المشاريع على المستوى الاجتماعي من خلال التحسيس، من خلال التوعية، يكون من خلال كذلك هذا المجتمع المدني وهذه المؤسسات اللي تنشط في مجال البيئي. وأكيد إشراك كل الفاعلين في المجتمع، سواء تعلق الأمر بمؤسسات ناشئة أو مؤسسات اقتصادية وحتى المدارس وكل فئات المجتمع، ليس كذلك أستاذ؟ أكيد هذه الأهداف تتحقق لما نغرسها عند سلوك الأطفال في المدارس. طبعا. لأن الكثير يظن بأن يديروا مساواة الإنسان والبيئة والطبيعة، هو الإنسان هو جزء من الطبيعة في خدمة الطبيعة، إذن لابد من إيصالها إلى الجيل الصاعد هذا لكي يكون سعيدا في بيئة سعيدة. نعم طبعا طبعا الطفل هو نعم. فقط سيدة سارة، عندكم يعني جناح مخصص للأطفال أم أنه ورسائل تقدموها لكل الأطفال؟ راح نقدموا فضاء مخصص للأطفال، راح تكون فيه فيديوهات موجهة لهذه الشريحة، ونحاولوا نوصل لهم المعلومات اللي ربما هم يوجدوها أن أو نحن نوجدوها أنها تقنية وما توصلش لهذه الفئة من المجتمع، نحاولوا نبسطوها وقدمناها بطريقة هزلية حتى باش الطفل يتقبلها وكي يكبر يتربى عليها. خلينا نقول أنه يكبر يكون مواطن واعي بعملية تسيير النفايات، حتى أنه مهم الطفل من صغره يعرف ما هو دور البلدية، ما هي
دور ما هو دور مؤسسه نقل وجمع النفايات، مركز ردم التقني. كثير من الاطفال ما يعرفوش ما هو مركز ردم التقني. مليح انه الطفل يكون عنده ان ريبارتيسيون ولا يوزع كل 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 نشاط متعلق بتصير نفايات مع على المؤسسه اللي مكلفه بهذاك العمل. نعم، في الاخير ربما سارة، المده او متى سوف يكون هذا الملتقى والمده الزمنيه حيكون فيها؟ الملتقى راح يكون من 21 الى 23 ديسمبر. نعم. الجاري. راح خلينا نقول انه هذه المنصه تاع صباح الخير تكون نطلق منها نداء لكل اللي بودهم يشاركوا في الصالون سواء كعارضين او حتى كمشاركين، يمكن انهم يكون هناك تواصل بين العارضين والمشاركين ويكون هناك طرح اسئله وحتى من خلال نظام الفيديو او سكايب، من خلال لابليكاسيون تاع السكايب يقدروا يكون هناك انيشانج وتواصل بين المشاركين والعارضين وحتى بين العارضين ما بينهم. يعطيك الصحه ساره تزروك، انت معنا من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، بالتوفيق.